طبعا بعد خطوات التعاقد برضو مع صفقات مميزه وزي ما قلنا مدير فني اجنبي يقدر يكون على قدر طموحات الفتره اللي جايه. اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك خطوات تانية بقى غاية في الأهمية، لكنها برضو ربما يعني ما تكونش لاقت نفس الاهتمام والصدى الإعلامي زي باقي الخطوات المهمة بالتأكيد. يعني مثلا الزمالك قدر ان هو يوثق خلال الأيام الأخيرة دي عقود لـ40 ناشئ في اتحاد الكرة من مختلف الفئات العمرية. يعني قائمة الناشئين الموثقة عقودهم باتحاد الكرة دي يا جماعة يعني فيها لاعبين وفيها ناشئين وفيها مواهب كبيرة جدا ومواهب كتيرة جدا من مواليد كافة الأعوام من 2003 لحد 2009. والحقيقة دي مش أول مرة احنا بنشوف ناشئين داخل نادي الزمالك يكونوا عندهم الموهبة دي وعندهم أصل يا جماعة برضو في الأول وفي الآخر احنا ما بنيجي نتكلم، هو قطاع الناشئين داخل نادي الزمالك هو بيطلع كنوز حقيقيه للنادي. بنشوف كل فتره ناشئ من نادي الزمالك، بنشوف موهبته بتبقى عامله ازاي في الملعب. فالحقيقه لما تيجي كده تشوف الناشئين اللي احنا لعبنا مثلا اللي لعبوا معانا في الفتره الاخيره زي عمار وزي محمد السيد، لا لاعبين ممتازين. فانا متاكده ان الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون فيها يعني اختلاف كبير قوي من الفترة اللي فاتت. كمان تم توقيع عقود لمدة 5 سنين للاعبين حتى مواليد 2005، أما الأصغر فطبعا عقودهم بتمتد لـ3 سنوات بس، وده وفقا للائحة. وبالتالي تم توثيق عقود الثنائي اللي احنا اتكلمنا عليهم دلوقتي اللي تواجدوا مع الفريق في بطولة كاس دبي للتحدي، واللي هم محمد سيد وعمار ياسر زي ما قلنا. وعمار تحديدا يا جماعة معمول عقده لمدة 5 سنين لأن هو من مواليد 2005، على العكس محمد السيد من مواليد 2006 فالعقد بتاعه بيمتد لـ3 سنوات. وشفنا برضو الجون الجميل اللي يعني ياسر او عمار ياسر عمله وسجله في شباك اهلي جده السعودي بمجرد بس ما نزل كبديل في نهائي كاس التحدي اللي توج بيه الزمالك على الفريق السعودي. شفنا ادائهم كان عامل ازاي، ده اللي انا بحاول اتكلم فيه. وهنا هنرجع ونقول ان ناشئين الزمالك وولاده افضل قطاع بيخرج مواهب في مصر، دي حقيقة ودي حاجة احنا كلنا عارفينها.